استقبال غير منقطع النظير وتهافت من كل صوب للمواطنين على محطة النقل البري لخروب قبيل يومين من عيد الفطر المبارك ليشد هؤلاء الرحال نحو ولايتهم لقضاء العيد مع الأسرة. وتفاديا لسيناريوهات السنوات الماضية، إجراءات جديدة تسهل تنقل الجزائريين نحو 48 ولاية تزامنا مع مناسبة العيد. يكون النقل متوفر. أما بالنسبة ليومي العيد، يومي العيد عندنا بوكو بلوس المؤسسة العمومية اللي راح تكون متواجدة معنا، مؤسسة عمومية وخاصة. أضفنا عدد من عمال، أضفنا كذلك لكاميرا سيرفيونس. قناة البلاد تنقلت إلى محطة النقل البري لخروبة ورصدت آراء المسافرين، حيث أجمع غالبيتهم على تحسن الخدمات مقارنة بالعام الفارط، مؤكدين أنه لا طعم للعيد بعيدا عن العائلة مما جعلهم يحجون على المحطة. كنا باب الواد وعندي ماني في بشار، نروح كل عام نعيد عندها. فغابوغ العوام اللي جازو أنا نروحو للتحسن صافا. كنا بكري كان شوية ناقص، لازم تريزيرفي لافونس تو، دوكا تريزيرفي تروحي ما كاش إشكال. يعني نشوفو تنظيم حسن، تحتوي كذلك على نظافة يعني جد رائعة. ما كانش الشعر متاع مع الدار ومع لافامي مع إيتو. على ذيك اللي نروحوا نعقبوا العيد تاعنا مع العائله تاعنا ومع لافامي. العيد كما يقولوا مناسبه عائليه، ما كاش يكذب عليك يقول لك العيد نفوتو وحدي ولا انني جاي. ديجا راني جاي من الصحراء، راني جاي من جيت فول، من الفول ديريكت لاكاروتير باش نروح للدار، وما كاش كيما العيد مع الدار. فيما اشتكى اخرون من تاخر في حافله وجهتهم مما زاد من حاله التعب لديهم، خاصة وهم صائمين. ها راكي تشوفي اختي، قال لنا لبس على الوحدة ونص، هاي الوحدة ونص لبس مازال ما جاش. رايحين العذراء باش نجوزوا العيد مع العائلة إن شاء الله. درك ريزيرفينا على الوحدة ونص ولبس مازال ما جاش، هاي الزوج ومازال ما جاش لبس. وكاينة سخانة مع الشقة بزاف. إذا وعشية كل مناسبة دينية تعرف محطة نقل المسافرين ضغطا كبيرا، ومحطة الخروبة بالعاصمة أقرب مثال إلى ذلك.